باش ياخذوا معنا حظ. صديقك كريم ارتور بوكا اللي ينضم لنا مباشره من مالاغا الاسبانيه. ارتور مساء الخير. مساء الخير. خذيناك واحنا نحكيو على لقطه هدف التعادل للسيراليوني. نتصور الترجمه خليه يسمعها فقط ارتور بوك. ارتور نتصور كيف الايفواريين الكل ماكش فرحان بنهايه المباراه وباللقطه اللي صارت من حارس المرمى في اخر الماتش. صحيح انه هذا امر حزين بكل بساطه، ان ما نجموش نربحوا المباراه هذه اللي كانت مباراة حاسمة نوعا ما بالنسبة لنا باش نجمو نتعداو الثمن النهائي مباشرة. لازم نقول زادا أنه هذه هي كرة القدم، هذه حاجة تصير ولازم نقبلوها ونتخطاوها. فما أخطاء تنجم تصير في عالم كرة القدم، وهذه إحدى هذه الأخطاء، لازم نقبلو ونرفع ريوسنا ونحاول نربح المباراة الثالثة اللي هي الأهم بالتأكيد، هي مثل النهائي. نحب نحكي شوية زاد على منتخب سيراليوني بما أنه واجه منتخب الكوت ديفوار اليوم. ما عادش نحكيو على مفاجأة، سيراليوني تعمل تعادل مع بطل إفريقيا في الجولة الأولى 0-0، واليوم توقف الفيلة في ماتش معناه كان في وضعيات كثيرة من المباراة في عمر الماتش، وأنه ماشي لفائدة المنتخب الإيفواري. صحيح اللي نجم نقوله ربما هو أنه ما عادش فما منتخبات صغيرة في كرة القدم بصفة عامة، حتى المنتخبات الصغيرة اليوم قوية برشا، متمركزة جيدا، تلعب على قدراتها وإمكانياتها، لذلك لازم تحترم كل خصم يعرضك وتلعب مبارياتك حتى للآخر. كما قلنا منتخب سيراليون منتخب جيد جدا، ما عادش مفاجأة، منتخب قاعد يوري برشا حاجات باهية في كأس الأمم الإفريقية الحاضرة. وبكل بساطة هذا كل في الأمر، هذا اللي كنت نقوله زادة قبل انطلاق البطولة، لازم تاخو المنتخبات والخصوم واحد تلو الآخر وتاخذهم على محمل الجد وتلعب المباريات كما يلزم. هاو بحذانا كريم حقي صديقك، حاب تواصل معه، تحب تحكي مع الكوت ديفوار ولا؟ أول حاجة نسلم عليه، أنا ما عنديش برشا من اللي ريتو. أرتير بوكا معناتها في كلمتي معناتها لاعب عمل مسيرة ممتازة جدا في المنتخب الكوت ديفوار، لعب دو فينال نذكرو خسرهم 2006 2012. أنا عندي بيه علاقة كبيرة بركة، بدينا مع بعضنا في ستراسبور وكملنا مع بعضنا في شتوتغارت لمدة 12 سنة و14 سنة، وعلاقتنا معناتها كانت ديما طيبة. حبيت تو سامبلومون نسأله على ردة فعل معناتها الجماهير الإيفوارية، وخاصة معناتها التفاعل، لأنه نسمع اللي فما برشا أجواء غير طيبة، وخاصة اللي قدامهم كأس إفريقية تقريبا في سنة ونصف، خلينا نقول في سنة ونصف معناتها كيفاش يرى الكوت ديفوار معناتها في الدورة هذه، وخاصة في التحضير والفريق الوحيد من بين كبار القوم في إفريقيا اللي ماهوش باش يمشي كأس العالم. تمام تمام دخلوا قول له. مساء الخير كريم، أولا قبل كل شيء الحمد لله أنا لاباس وإن شاء الله أنتم زادة تكونوا لاباس. بالنسبة للمنتخب الكوت ديفوار صحيح انه فما خيبة امل كبيرة برشا بالنسبة للجماهير، ما ينجم يكون الحال كانك، هذه مباراة كانت في المتناول بصراحة بالنسبة لمستوى لعبنا، كان لازم نكونوا اكثر جدية ونربحوا المباراة على الاقل بفارق هدفين او ثلاثة في الشوط الاول، هذا ما صارش وضيعنا فرص، وهذه الحاجة اللي اعطت رغبة واصرار اكثر لمنتخب سيراليون باش يرجع في هذه المباراة ويحاول انه يهزمنا حتى مش يتعادل بركة. كانت مباراة صعيبة برشا، الجماهير ما همش فرحانين بالكل، هذا اقل ما نجم نقوله، ولكن مرة اخرى هذه هي كرة القدم، في بعض الاحيان تنجم تمر من لحظة ممتازة الى لحظة سيئة جدا، لازم نقبلوا الامر هذا باش نجم نمر للي بعده. احنا حصلنا على نقطة ما خسرناش، على الاقل لازم نركزوا على المباراة القادمة باش نربحوها. اي ذكروا كوت ديفوار 4 نقاط في صداره المجموعه في انتظار استكمال مواجهه الجزائر وغينيا الاستوائيه واللي متواصله نتيجه تعادل سلبي فيها. ارتور منتخب الايفواري بعد فوز 1-0 مع الغينيا اكواتوريال اليوم تعادلوا مع السيراليوني، ينجم يخلينا نقولوا انه الكوت ديفوار بوتيتر ماهيش من المراهنين الجديين على النسخه هذه في الكاميرون؟ لا ما نظنش للدرجة هذه، عنا منتخب به برشا ومحترم، عنا ملعبية قويين ياسر يلعبوا في أندية قوية أوروبية وكبيرة برشا، لذلك خلينا نقولوا أنه الفرص تبقى موجودة بالنسبة للكوت ديفوار باش يبلغ النهائي على الأقل وربما يربح المنافسة حتى.
باهي التفاؤل نتاعك ارتور عجبنا. اي ماهر، ماهر كنزاري مدرب التونسي السابق حاب يتواصل معك. تحب تتواصل معاه؟ في بالي باش نعقب. لا باش نعقب باهي. بوك يعطيك صح، صاحبك هو يعطيك صح، قال لك يلزمنا نقبلوا احكام الكره ونتائج الكره، هذا درس يعطيه للكل، كل مدربين يعطيه صح. هذا هو حبيت نقول، خاطر يكون اول مره تصير اللي المنتخبات الكبرى او المرشحه للنيل الكاس مازالت الامور نتاعهم معناها ما هيش واضحه بالنسبه للتاهل، اول مره تصير. باه ارتور بوك نحب نسالك على تونس يا اخويا على الاقل قبل ما تغادرنا، فرش ما تونس موريتانيا اليوم ولا؟ ريت أن المنتخب التونسي تمتع في المباراة متاع اليوم، ربحوا بأربعة أهداف لصفر كان مانيش غالط، كانت مباراة جيدة بالنسبة للمنتخب التونسي، ونظن أنه هذا باش يعطيهم ثقة أكبر بالنسبة للمستقبل متاع المنافسة. باهي إجابة دبلوماسية منك أرتور بوك. نعرفوش هكا بالله، يعطينا الفيرسيون الأخرى متاعك. حسيت فوزي أكثر لاعب يصنع الجو في الفيستيارات، يصنع على الجو يا بوك. عاقل برشا اليوم ال دو بيجا ال دو بيجا. اي يصيح انا هكاك شخص مرح، انا شخص نحب الضحك ديما نفدلك ما نتنرفزش غالب الاحيان، وزاد كذلك باش نقولوا انه في الحياه هذه لازم تكون ايجابي وسعيد دائما رغم كل الصعوبات ورغم كل ما ينجم يحصل، لازم تكون ايجابي، هذا اللي موجود عندي انا وهكا انا. شكرا لك ارتور بوكا، وهذه دعوه مفتوحه وتنسقوا مع كريم خويا جزورنا نجيبوه بحذانا لهنا بعد الكوفيد. الكابتن كابتن فوبيا الكوفيد. لا خويا حتى في الكوفيد مرحبا بك، فاكسيني امور واضحه ارتور. يشرفنا تجيب حذانا ان شاء الله مستقبلا، مش هكا عبر تقنيه الزوم، وكل التوفيق نتمناه للمنتخب الليفواري في بقيه مشواره في كاس امم افريقيا. شكرا لك ارتور بوكا، كنت معنا من ملقا.